إيوان مستقبل المكان بمساحاته المتعددة وتشكيلته الفريدة وبرحابة أراضيه وبموقعه المتميز. مخطط نموذجي تقدر مساحته ب 868 ألف متر مربع ليكون فريدا بين أقرانه. يقع في مدينة الخبر الجديدة العزيزية بجوار شواطئ الخليج الساحرة وبالقرب من جامعة الأمير محمد بن فهد وشاطئ العزيزية. حرصت مجموعة عجلان وإخوانه وشركة عمار العقارية على اختيار المكان المستقبل لتضع بصماتها هناك ولتهيئ مكانا يليق بالإنسان. الخبر الجديدة العزيزية كانت ولا زالت مدينة العزيزية مقصدا لزوار المنطقة الشرقية وقاطنيها، وذلك نظير ما تتمتع به من شواطئ ومنتجعات ساحرة. تكون الخطوة الأولى لبناء بيت العمر باختيار المكان، ويتبع ذلك البحث عن أراض في متناول اليد. وسنسخر جهودنا لتقديم تسهيلات تمكنك من الشراء المريح المطمئن. روعيت في عملية تطوير المخطط الاشتراطات والتعليمات المعمول بها نظاميا، كما عملت شركة بان العقارية المطور والمكتب الهندسي المتخصص والمقاول الرئيسي لمشروع إيوان على الالتزام بالمعايير العالمية في تطوير المدن. مجموعة عجلان وإخوانه، شركة عمار العقارية، شركة بان للتطوير العقاري.